بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور حاتم فلاح الرواجدة، استشاري جراحة العظام والكسور. درست الطب في جامعة غرناطة بإسبانيا، ثم بعد ذلك حصلت على البورد العربي في جراحة العظام والكسور، وكنت الأول على الدفعة بين أقراني في الدول العربية. ثم بعد ذلك ذهبت إلى بريطانيا وحصلت على اختصاصين فرعيين. الاختصاص الأول أو الفرع الأول هو في جراحة عظام الأطفال والتشوهات الخلقية، وكنت هناك مسؤول عن الكشف المبكر في جامعة إدنبرا. ثم الاختصاص الثاني كان هو في جراحة الطب الرياضي للمفاصل والمفاصل الاصطناعية وترميم الرباط الصليبي والمناظير. رجعت إلى الأردن سنة 2000 وفتحت عيادتي، وكانت هي أول عيادة رقمية أو عيادة إلكترونية في الأردن. ثم توسع العمل والحمد لله، وحصلت على كأس التميز الطبي سنة 2003. وبعد ذلك قمنا بالعديد من العمليات النادرة على مستوى المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط، وعملنا العديد من الأبحاث. وفي سنة 2015 حصلت عيادتنا على جائزة القوس الأوروبي للتميز والإبداع على أحسن مؤسسة طبية على مستوى العالم. في سنة 2015 حصلت عيادتنا على جائزة القوس الأوروبي والتميز والإبداع على أحسن مؤسسة طبية على مستوى العالم. طبعا في خلال يعني عملنا في الأردن من سنة 2000 إلى هذه اللحظة، يكون عملنا على مستويين. على مستوى العيادة، نحن هنا في عيادتنا هي عيادة متميزة في الاستقبال وفي معالجة المرضى والحالات التحفظية، ولدينا جهاز ألتراساوند متطور، وذلك الكشف المبكر عن خلع الورك، حيث نحن حصلنا على 8 شهادات عالمية، معظمها من مخترع الألتراساوند في العالم البروفيسور النمساوي غرافت. وكنت أنا الوحيد في الشرق الأوسط الذي حصلت على شهادة لتدريب المتدربين في هذا المضمار. نحن الآن بصدد عمل نموذج خاص في للعيادة، وهو عبارة عن سيستم يعني لإدخال البيانات بما فيها الصور والصور الإشعاعية والفيديو والعمليات والتقارير، بحيث يحصل عليها المريض في أي وقت يريده، وتكون مع وهذه مع شركة أسترالية. وهذا السيستم هو أول برنامج في الشرق الأوسط يكون بهذه الطريقة المتميزة. ومن ناحية أخرى نحاول دائما ومنذ أن أتينا أن نحضر كل المؤتمرات الطبية وكل الكورسات الطبية لنحضر ما هو جديد إلى بلدنا مع كثير من زملائنا المختصين في جراحة العظام. نذهب إلى كثير من المؤتمرات الطبية وإلى كثير من الكورسات حتى يكون الأردن متميزا في طبه عن كثير من الدول المحيطة.